أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم سبل دعم كافة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان. جاء ذلك خلال استقباله بقصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، وأعرب عن التطلع لتعميقها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب البرهان عن تقديره للتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، وأشاد بدعم مصر غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان. وشهد اللقاء استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية وآخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كان الرئيس السيسي قد استقبل البرهان في مطار القاهرة الدولي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك في إطار ما يجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان قيادة وحكومة وشعبا من روابط أخوية متينة وأزلية وعلاقات راسخة ووحدة مصير مشترك.